بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد البابلي ودرس جديد من دروس احتراف الفوتوشوب. زي ما انتم شايفين النهاردة هنتعلم ازاي نعمل صورة زي كده بتأثير التكسير. خليكم معانا وما تروحوش في اي حتة وهنتعلم مع بعض. النهاردة الدرس بسيط وسهل وان شاء الله يكون وقته قليل وما تملوش منه بسرعة. أنا جبت صورة من على النت بتاع فخار مكسور، وجبت صورة شخص، تمام؟ والدرس موجود قبل كده، في ناس كتير يعني عاملة زيه، بس أنا حبيت أشرح لكم الطريقة إزاي، بس بتكون بطريقة مبسطة إن شاء الله. أنا كل اللي أنا بعمله طبعا الأول بقص الخلفية بالطريقة السهلة اللي إحنا عارفينها. الناس اللي متابعين معانا الدورة من أولها، دورة المبتدئين، عاملين شغل جامد جدا ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يوفقهم جميعا. بضغط Alt علشان أقلل التحديد شوية، بعد كده أحول الخلفية لطبقة دبل كليك، أصغر من Ctrl و Alt ومسطرة، وبعد كده أضغط Delete علشان أشيل الخلفية، أشيل التحديد، بقى عندنا الصورة بدون خلفية. أحط خلفية جديدة لو أنا حبيت إن أنا أحط خلفية، وأجيب الصورة اللي هي بتاعت الفخار المكسور. ممكن اشيل الخلفيه بتاعتها هنا وممكن اوديها هناك، اشيل الخلفيه بتاعتها زي ما انا عايز، مفيش مشكله. نجرب نوديها هناك، الشكل ده كبر شويه، نشيل الخلفيه، انا كمان مش عايز الجزء الاسود ده خالص، واظن انتوا عارفين يعني السبب واضح، لان هو مش متركب على الصورة. انا كده مش محتاج غير الجزء ده بس، بعمل ديليت بيتبقى عندي الجزء ده بس، بعمل له كنترول تي والفه شوية، احاول ان انا احجمه مع الصورة اللي انا هركب عليها. بالشكل ده تقريبا اكبر الصورة علشان اشوف اكتر، اضغط مسطرة علشان احرك الصورة يمين وشمال بالماوس. ممكن اظبط كمان شوية كده بالطريقة دي، بعد كده اجيب اداة الممحاة واتأكد ان انا على الطبقة اللي فوق، واحاول ان انا اشيل الاماكن اللي السودة، اصغر طبعا الفرشة شوية، شيل الخط الاسود اللي باقي مع الفخار ده، بس برضو مش بالترتيب قوي، يعني لازم اهز ايدي شوية وانا ماشي بحيث ان انا احافظ على تجاعيد الكسور بتاع الفخار. موضوع بسيط اي حد يقدر ينفذه، بس احنا بس حبينا نجيب الفكرة علشان الناس تقدر تطبق عليها بعد كده. حاول نظبط تاني، كنترول تي، كبر شوية، امسح الجزء ده. ممكن استعمل اداة البين تول عادي لو عايز اظبطها اكتر، ميك سيلكشن، اوكي، ديليت، كده اتقصت معايا مظبوط. هنا برضو ممكن بالبين تول اظبط الاماكن دي، باجي على الطبقة اللي ورا واجيب برضو اداة الممحاة، كبر شوية، نمسح عادي جدا. تطلع معايا بالشكل ده، درس بسيط وسهل. لو انا عايز اظبط الالوان شويه بتاعت اللي هي الفخار، ممكن اروح على ايمج. طبعا احنا في ادوات احنا ما خدناهاش، بس فايده الدروس الاحترافيه ان احنا بنجيب الادوات اللي احنا ما استعملناهاش قبل كده علشان نتعرف على الفوتوشوب اكتر. في اداه اسمها ماتش كولر، بتخلي مثلا لو عندنا طبقتين اتنين لاير، ممكن ان احنا نظبط الوانهم مع بعض بحيث انها تكون متناسبه مع بعض. بخش عليها وكون مختار طبعا الطبقه اللي هي واقف عليها، محدد الطبقة اللي انا عايز اغير الالوان بتاعتها، وابدأ ان انا اتحكم كده
بحيث يبدل لي بس هنا ناتشرلايز يعني خليها طبيعية اكتر بس واضغط اوكي كده بقت الصورة بتاعتنا. ممكن احط خلفية لو انا حابب بنفس الطريقة اللي احنا تعلمناها او ممكن بطريقة تانية. نيجي هنا على ingredient وبعدين نختار الوان متدرجة نخليها مثلا من النص ونعمل لها انعكاس ونحاول ان احنا نكبر الدايرة بتاعتها شوية بالشكل ده تطلع معانا الصورة بالاسلوب ده. بسيطة جدا واي حد ممكن يعملها وسهلة. عايزين نشوف تطبيقاتكم في الجروبات ان شاء الله بالتوفيق للجميع. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك معنا في القناة ولو في اي استفسار ابعته لنا في كومنت علشان نرد عليك. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.